الدجاج التندوري على الطريقة الهندية هنعمله النهاردة بدون فرن بطريقة سهلة جدا وسريعة وطعم لذيذ جدا. أتمنى تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي في التعليقات رأيكم في الوصفة وتشتركوا في القناة. أول حاجة هتجيبوا فرخة أي حجم، هننقعها في مية وخل وملح نص ساعة، بعد كده نشطفها كويس. هنشيل الجزء اللي في الخلف ده، لو حابين تشيلوا جلد الفراخ شيلوها، بس انا بسيب جلد الفراخ بيدي للفراخ طعم جميل جدا، وكمان جلد الفراخ بيخلي الفراخ طرية من جوه. بعد كده هنفتح الفرخة من عند سلسلة الظهر بالشكل ده، وممكن نستخدم اوراق الدجاج فقط، المقص اسهل كتير من السكينة في الاستخدام. بعد كده هنفتح الفرخة ونشيل الجزء الأحمر ده، الجزء ده بيكون بين الوركين، الجزء ده مضر لازم تشيلوه من أي فراخ بتعملوها، وهناخد الفراخ نشطفها تحت الحنفية. بعد كده نقلب الفرخة على الناحية التانية ونضغط عليها جامد عشان تتفتح كويس معانا زي كده، اضغطوا عليها جامد واكسروا العظمة اللي في النص دي، بتتفتح بمنتهى السهولة. بعد كده بالسكينة أو بالمقص هنفتح الفراخ أو هنشرحها بالشكل ده، الشرايح دي هنعملها في الأوراك وفي الصدر عشان وإحنا بنسويها ما تاخدش وقت في السوى، وكمان تستوي كويس، وكمان التتبيلة تدخل جوه لحم الفراخ كويس ويكون طعمها حلو. اعملوا الفتحات أو الشرايح دي بشكل متناسق عشان الفراخ بعد ما تستوي يكون شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي هنجهز التتبيلة، هنحتاج معلقتين صغيرين من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل البودر ونص معلقة صغيرة من الثوم البودر ونص معلقة صغيرة من البصل البودر ونص معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة صغيرة من الشطة وتلات معالق صغيرين أو معلقتين صغيرين من البابريكا، وأنا بزود كمية البابريكا عشان ما اضطرش إني أضيف لون عشان تكون صحية بدون ألوان. بعد كده هضيف شوية زيت صغيرين حوالي تلات معالق كبار وشوية خل صغيرين حوالي معلقتين كبار، وممكن نعصر ليمونة بدال إضافة الخل، وهنضيف 3 معالق كبار من الكاتشب أو معلقة واحدة كبيرة من صلصة الطماطم، وكمان هنحتاج نص كوباية صغيرة من اللبن أو نص كوباية صغيرة من الزبادي حوالي 3 معالق كبار، ونقلب المكونات دي مع بعض كويس. بعد كده نتبل الفرخة بيهم، لازم كل جزء من الفراخ ياخد من التتبيلة دي، وكمان ندخل جوه الفتحات اللي عملناها بالمقص من التتبيلة عشان التتبيلة تدخل في لحم الفراخ كويس جدا. ممكن نسيب الفراخ في التتبيلة دي 3 ساعات، والأفضل ليلة كاملة، وممكن ساعة واحدة فقط. بعد كده هنجيب طاسة غويطة هنحط فيها شوية زيت ومعلقة من الزبدة، ونسيب الزبدة تسيح خالص وتسخن هي والزيت كويس جدا. بعد كده نحط الفرخة، هنحطها على الجهة اللي فيها العظم زي ما انتوا شايفين كده، هنسيبها 5 دقايق على الجهة دي، وانا بشتغل على نار تحت المتوسط بشوية، انا بشتغل على العين الكبيرة بتاعت البوتاجاز وموطية النار بتاعتها تحت المتوسط بشوية. بعد 5 دقايق بقلب الفرخة على الناحية التانية واسيبها على الناحية دي 5 دقايق كمان. بعد كده برجع اقلبها على الناحية اللي فيها العظم زي ما انتوا شايفين كده، وهغطي الطاسة وهسيبها 10 دقايق، بعد كده اقلبها على الجهة التانية وهكذا، يعني نسيبها على كل جهة 10 دقايق واحنا مغطيين الطاسة كويس، وبنفضل نقلب فيها كل 10 دقايق لمدة ساعة كاملة، والنار زي ما قلتلكوا تحت المتوسط بشوية. وممكن بعد فترة هتلاقوا السائل اللي في الفراخ نشف، تضيفوا السائل بتاع تتبيلة الفراخ عليها عشان الفراخ ما تنشفش ولا تتحرق مني.
ريحة الفراخ جميلة جدا، شايفين شكلها حلو جدا ازاي؟ هي كده قربت تستوي، فاضل شوية صغيرين، يعني فاضل لها حوالي 10 دقايق. دلوقتي هحاول اخد من السائل او من الزيت اللي الفرخة منزلاه واحط عليها من فوق من السائل ده زي ما انتوا شايفين كده، وممكن كمان هنجيب فرشة وناخد من السائل اللي تحت وندهن بيه الفرخة زي ما انتوا شايفين كده عشان لونها يكون جميل وتاخد من طعم السمنة او الزيت اللي الفرخة منزلاه. والخطوة دي بتكون في الاخر خالص، يعني بيكون فاضل 10 دقايق على سوى الفرخة، بعد كده تتقدم بالهنا والشفا. الفراخ دي بتتاكل مع الرز البسمتي، ممكن رز ببسلة وممكن رز عادي سادة خالص، وممكن تتقدم مع مكرونات، وممكن كمان تتقدم مع محاشي زي ما انا عملتها كده. طعمها حلو جدا وجميل جدا، هتعملوها دايما لو جربتوها بالطريقة اللي انا عملتها بيها دي. اتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها بالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.